بالنسبة للفريقين. كرة من هناك لصالح شباب أهلي برج بوعريش، تسديدة هدف مباغت، هدف في الدقيقة في 30 ثانية الأولى. شباب أهلي برج بوعريش يتمكن من افتتاح مجال التهديف إثر خطأ فادح في دفاع مولودية وهران على ما أعتقد الهدف من توقيع لاعب مفتاحي. راح نشاهد هنا بالفعل هدف من توقيع اللاعب مفتاحي إثر خطأ فادح في دفاع مولودية وهران. وهران نلعب الدقيقة الرابعة، حمزة يتوعمر والكرة تجانب العمود الأيسر للحارس فوزي شوشي. كانت كرة ملعوبة بشكل جيد، كانت تنقصها فقط الدقة لتكون في الخشبات الثلاث. يا تكون هذه الضربات الثابتة تكون كذلك فرصة أخرى لفريق مولودية وهران، بما أننا شبيبة القبائل ركنية لصالح مولودية وهران، دائرية بعيدة من هناك دائما الكرة في منطقة العمليات، هناك احتجاج على لمس الكرة. زكريا منصوري، زكريا منصوري حتكون كرة دائرية صعبة والحارس فوزي شوشي. كان من افتتاح مجال التهديف في الدقيقة الأولى في بالضبط في 30 ثانية الأولى، وفريق شباب أهلي برج في التنفيذ. زكريا منصوري راح تكون كرة دائرية في القائمة الثانية، الرأسية فوق العارضة الأفقية، الرأسية فوق العارضة الأفقية، رأسية تومي سياف تعلو العارضة الأفقية للحارس فوزي شوشي. إذن كرة أخرى لصالح مولودية وهران لصالح ناجي، خطيرة خطيرة والتسديدة فوزي شوشي. هي كرة مليمترية من حمزة يتوعمر على ما أعتقد، تسديدة رائعة وتصدي أروع للحارس فوزي شوشي. شوف هنا رشيد ناجي بكل قوة يسدد وفوزي شوشي. مثل هذه مثلا ممكن جدا أي والكرة في العارضة وإلى اللعب الجماعي أكثر فعال يكون عندها. وكرة من هناك لصالح المولودية الوهرانية، تيأت الكرة ناجي ما ضربش الكرة بكفية. ثاني تقريبا شوف هنا كانت كرة يعني ممكن تكون هدف ولكن ما عرفش يتصدى لهذه الكرة وهذه أخطاء. وهرانية مراوغة بطريقة ممتازة من هناك التوزيعة والحكم سيد عرب ماذا يقولوا؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح مولودية وهران. دقيقة رشيد ناجي أمام فوزي شوشي، رشيد ناجي يتمكن من تعديل النتيجة لصالح المولودية الوهرانية. رشيد ناجي يفتتح مجال أو يفتتح عدد التهديف مع مولودية وهران في هذا الموسم. شوف هنا بالرغم من الارتماء من فوزي شوشي اللي راح في مسار الكرة إلا أنه رشيد ناجي تمكن من تعديل النتيجة لصحية التسديدة ممتازة وليتيم في المكان المناسب، تسديدة ممتازة من هنا. شاهدوا هنا صور رائعة يصنعها أنصار مولودية وهران بمدرجات ملعب الشهيد أحمد زبانة. الجماهير شوف ملعب مكتظ عن آخره بأنصار مولودية وهران وكذا بأنصار الفريق الضيف شباب أهلي برج بوعريج الذين تنقلوا هم الآخرون بكثرة. أجواء حماسية استثنائية. كرة لصالح المولودية، ما فيش وضعية تسلل، لا هناك وضعية تسلل كان أشار إليها الحكم المساعد الثاني حملاوي أمين على المهاجم رشيد ناجي. شوف هنا ما فيش يعني لما انطلقت الكرة كان في وضعية سليمة وهذا يعني خطأ متركب من الحكم التماس. لتيم تسديدة من زيتي أسامة لتيم، شوف هنا يستعمل كامل براعته لإبعاد هذه الكرة مباشرة إلى الركنية، تسديدة قوية من زيتي والحارس. والمدرب بادو زكي يقوم بثالث تغيير، التغيير الثالث والأخير في تشكيلة المدرب بادو زكي بخروج زكريا منصوري وإقحام اللاعب فهم بوعزة صاحب الخبرة والتجربة الكبيرة فهم بوعزة.
في نهاية هذا الحوار الكروي بين مولودية وهران وشباب أهلي برج بوعريج. وشيبان، تسديدة شيبان تجانب العمود الأيسر للحارس فوزي شوشي. شوف هنا بعد هذه المرتدة والتسديدة تجانب الفريق الزائر. إذن هدف مقابل هدف. فهم بوعزة ينطلق بالكرة، فهم بوعزة يمرر الكرة، هي ناحية شيبان، شيبان خطيرة هذه الكرة. فوزي شوشي في المكان المناسب، فوزي شوشي في المكان المناسب أمام كوتشو، كوتشو الذي تبع كرة يوسف شيبان. شوف هنا، شوف الانطلاقة من بوعزة، شاهد هنا الكرة، تهيئة الكرة من يوسف شيبان والمتابعة من كوتشو وخبرة فوزي شوشي تنقذ شباب أهلي برج بوعريج. شوف هنا خبرة فوزي شوشي تنقذ الأهلي من هدف محقق ثاني، وتبقى النتيجة على حالها هدف مقابل هدف بين مولودية وهران وأهلي برج بوعريج. فيها الإثارة اليوم، شوف هنا كان اصطدام بين فهم بوعزة وأحد مدافعي مولودية أو أحد مدافعي أهلي برج بوعريج. شوف هنا كوتشو وفوزي شوشي في المكان المناسب. لقطة كان من المفروض يكون هدف، ولكن سوء التعامل مع الكرة بالنسبة للفريق اللاعب اللي ما عرفش كيفاش يسجل الهدف، وهذه فرصة سانحة. بادو الزكي يبحث عن الحلول، يبحث عن الوصفة. كل فريق مصر على إنهاء المباراة بانتصار. بوعزة كرته طويلة، البحث عن كوتشو، لكن كرة بالخطأ، بالخطأ ماذا يضيع هجوم مولودية وهران بعد خطأ فادح من الحارس فوزي شوشي؟ ماذا يضيع نسيم يطو؟ شوف هنا بعد توزيعة من بوعزة، شوف هنا كوتشو استلم الكرة ثم كان نوعا ما متقلق اللاعب نسيم يطو بعد هذه التوزيعة من بوعزة. شوف هنا الكرة فلتت من بين أيدي فوزي شوشي وجها لوجه نسيم يطو، كان سوء تفاهم بينه وبين زميله كوتشو. بطبيعة الحال هنا اللاعب نقص التركيز، ما كانش مركز وممكن جدا ما كانش ينتظر الكرة. زيادة على هذا ماهوش مهاجم حقيقي. الفريقين واللاعبين اللي أدوا مقابلة ومتعوا الجمهور باللقطات الجيدة. شكرا. وفي هذه الأثناء الحكم السيد أعراب أعلن على نهاية هذه المباراة بنتيجة هدف مقابل هدف بين مولودية وهران وشباب أهلي برج بوعريج. الهدف حمل توقيع مفتاحي في الدقيقة الأولى، في بالضبط في 30 ثانية الأولى، ونجي في الدقيقة 59. بادو زكي مدرب مولودية وهران، يعني المولودية هذا العام قامت بعدة استقدامات، هي بداية غير منتظرة بالنسبة لتشكيلة المدرب بادو زكي. وتنظر المباراة كيف شاف الجميع، كنا كنستحقوا أكثر من نقطة، لكن مع كامل الاسف ما كناش كنتظروا السيناريو ديال المباراه. هو في اول دقيقه نعطيو انكادو للفريق الخصم اللي يتهز المعنويه تاعو ويدخلنا في واحد الحسابات اللي هي مرتبكه على العموم. فتنظن الفريق ديال وهران رغم هو الفريق الخصم كان منظم من الناحيه الدفاعيه وكان سجل جميع الثغرات، استطعنا نخلقوا ثلاثه او اربعه ديال الفرص في الشوط الاول مع كامل الاسف السرعه او وجود الشوشي دون اللي خلى دون باش نكفوا نعادوا الكفاف في الشوط الاول. في الشوط الثاني بعد ما بدلنا السيستم الجولي اللاعبين من جوج راس الحربة بالناجي وكذلك بالتومي خلقنا فرص وجات ضربة الجزاء اللي كانت انصفات المجهودات تاعنا واللي عدنا بها الكفاح. على العموم تنظن بان اليوم الا ضيعنا جوج نقاط فماشي بفضل الخصم، ضيعناهم حنا. واش ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في قادم الجولات، واش تقول للانصار المولدتوار؟ وكنعرفوا بان اول مباراه ديما كتكون صعبه على الجميع بحكم الضغط، بحكم المستقبل في الميدان تاعك. تنظن كون صفاتنا اليوم الكره كنا كندوي على نتيجه اخرى، لان الفريق الخصم ما جاش ولا اوكازيون دبيت، اكتفى بالدفاع وبلي كونتر وكان كيتسنى الاخطاء تاعنا. على العموم فهي مباراه مقبوله من الفريق ديال مولدتو وهران، وان شاء الله دو بوان اللي ضاعوا لنا اليوم نخلفهم ان شاء الله في المباراة الجاية.
نشكرك جزيل الشكر على انتظارك معنا، ونتمنى لك التوفيق في قادم الجولات ان شاء الله. كذلك